عندك شلة بيت جن سيري هكذا مازا وكيف جبل خلا مرا مرا وقتا إله كنت مرا بالصحرة كمرا مرا مرا وقتا مرا مرا وقتا قتا بجدودك لازم حدودك وفي الصح جدا مرا مرا وقتا مقص؟ ها؟ فين وخالي؟ مشى القهوة هاك ياك شنو؟ قال كذا واحد مشى القهوة وجلس فيها ويد بغلي في سروالو قديمة بحال ديما أنا قالوا لي بميك تو ما عرفت هاك وحدة أخرى حك مرة مرة وقتا مقص فين سامر اللي كانوا هنا هاك أرى قال كذا واحد خينا وبغى يضرب المسمار ويبقى فيه الله يرحم باك يرحمني من هاد النكات اللي كيعذبوا حتى هي قديمه بقى تشوف تاريخ الصلاحيه واحد السلام عليكم وانت اللي جات معاك الخويل انت تقهوى مع راسك وحنا نضربو تمار سمعيها بنتي نورة انا ضرب تمارة ملي كنت باقي صغير ودابا جات نوبتكم نتوما طب انا اللي وصلك على السيد راهي وجدات شفتيها اييه هاي هاي الله يعطيك الرضا ودير المطرقه ولكن نخافوها لا يخرج لنا فيها شي عجب يقول لك درتوها ليا دايره وانا بغيتها مربعه شوف غير اللي قالك بغاها مربعه سير بينك وبينو قول لي واش مربعه يديها ولا رجليها زوينه 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 حب وعيطنا على شي برداتك عيطت عليه بلا ما تقوليها ولكن بالحق لقيت التليفون ديالو طافي ياك وليني راك جلدايا الخويل اش من جلد الله يهديك ونعيطوا على هاد البراد كاع ونزيدو حتى المسمن ومزيان انا غنديها تشراج من دار الهاشمي ونرجع دابا وعندك انت ترجع في كلامك وانا مالي عمرني رجعت في كلامي لا حاشا انت اما تترجع في الطوبيس ولا الطاكسي ولا تتخلي كلامك تما كاع نورا قال لك هذا واحد خينا حك مرا مرا وقتا يا هذيك نورا وهذيك مطيرقه يا هذيك مطاو الله يبارك ايوا اش غادي نقول لك بخير من نهار صوتي لي دوك السدي درات وانا كنتمرح حبيت عارفه دايره معك لافوت ولكن والله تشوفي تمره اللي عندي حتى تعذريني yeah. هانت انا نتا هاد الشراجم وغادي نرجع ناخذ لك العبار علاش غتاخذي لي العبار انايا امي طامو ماشي العبار ديالك انت العبار ديال البيت اللي غادي يجي فيه سدادر yeah. وهاد الكادر غادا بيت سكوتلندا علاش امي طامو عرفتيش علاش حيت ملي كتغبري عليا الشهر ما كنبقاش نشوفك وجدي برداتي انا جايه دابا صافي الله يعاونك الله يعاونك طرق السلامه مرا مرا وقتا كما قلت لك امي طامو غادي يطلعوا لك سدادر ب 50000 ريال يا ولي بنيتك 50000 ريال بزاف عليا والوقت قاصحه وراه العود غالي امي طامو انا عارفه غالي انا عندي واحد ماريو فوق السطح كبير يقدر يخرج لي 3 سدادر شوفي الا كان ماريو كبير غادي نخرج لك منه 3 سدادر اييه وبيت نعاس وفيترينا كاع بغيت لك السر ونشيط لك مازال ونصوب لك منه واحد الثلاجه كبيره وشي تلفازه بلازما ديرها في الحيط يا بنيتي سيري تفلعي ليا ويلا نشوفوا هذا الماريو الا كان مزيان غادي نشريه من عندك وفلوسه نحيدو منهم فلوس السدادر صافي واخا واخا ايوا كيف جيتك تبارك الله عليك معلمه ما عندي ما نقول عرفتي ليا كنعرف واحد البنت كانت كتلاقي غير السلوكه ايوا الا لا ولات معلمه ولات كتصوب الضو ايه الضو امي طامو الضو تنتيا مرا مرا وقتا ها الطبله ديالك الشريف ها هي وها المعلمه اللي صوباتها ها هي السلام عليكم تبارك الله عليك هالمعلمه ما عندي ما نقول كي جاتك الطبله الشريف ولكني خاصها لكن ما ولكن شوف جيفاش ديها والله يعرضك السلامه وزعما بلا ما نخمم ما كاينش تخرشيش في هادشي تخرشيش فكرتيني في التخرشيش هذا واحد كان فيه التخرشيش قلبوهم ويلقوا عامره مسامره زوينه زوينه تنسى مرا مرا وقتا
أرى ديك مطرقة؟ كاين شي مطرقة قدك؟ قلت لك مطرقة حقا هما علاش سموك مطرقة؟ سول خالي تا هما علاش سميتوها مطرقة؟ نورا ملي كانت باقا صغيرة كانت مجيبدة وكانت فيها قوة الهضورات هما يسميوها المطرقة وملي كبرت وخدمت معايا في طنجرة المطرقة ولات مطرقة اها نورا عندي لك واحد النكتة على المطرقة دق قالك تا دق الى جبرا الصحراء كبرى